ينضم إلينا الأستاذ محمد الغفري، عضو الجمعية المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع من الرباط. سيد الغفري، مساء الخير. هذا الإشكال، إن صح أن نسميه إشكال، حزب العدالة ينتقد وزير الخارجية، فيلجأ ربما وزير الخارجية إلى المخزن فيرد المخزن ببيان ينتقد فيه حزب العدالة، والسبب طبعا كل السبب هنا هي إسرائيل والتطبيع. ماذا ترى في ذلك؟ أولا، من حق أي حزب مغربي أن ينتقد أداء وزير الخارجية وأداء الحكومة ككل، بل وينتقد كل مؤسسات الدولة، كل المؤسسات الدستورية، وليست أول مرة يقوم بها حزب مغربي بانتقاد الأداء العام للخارجية المغربية. وبالتالي في المغرب الشعب هو رافض للتطبيع، وهو ضد التطبيع، وهو يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم. وأضعف الإيمان أن ينتقد حزب مغربي أداء وزير الخارجية، علما أنه حزب العدالة والتنمية لم يتجاوز عبارات الاستهجان ويرفض، بينما الأحزاب أخرى مناضلة ترفض التطبيع صراحة منذ اليوم الذي وقع فيه سعد الدين العثماني عن التطبيع مع الكيان الصهيوني. وبالمناسبة في المغرب لا نسميها إسرائيل، نسميها الكيان الصهيوني، فرفض المغاربة لهذا الكيان هو رفض ثابت. طيب سيد الغفري، كان معنا منذ قليل الدكتور صبري الحو، هو يرى أنه ربما حتى التوقيت كان هناك مشكلة في التوقيت. يقول لماذا؟ لأن المغرب الآن يواجه طبعا تحديات إقليمية ودولية، ويسعى لوحدته الترابية، وفي مشكلة مع الجزائر، فربما قد يفهم من هذا الانتقاد الآن وكأنه يعني أيضا عرقلة للعربة المغربية إن صح القول. فهل ترى في ذلك مشكلة أيضا، التوقيت ربما لم يتم اختياره بشكل دقيق؟ لا يوجد توقيت للتنديد بالتطبيع. التطبيع مرفوض مغربيا وشعبيا. التطبيع لم يستفتى فيه الشعب المغربي. التطبيع لم يطلب من الشعب المغربي رأيه. هو تطبيع النظام مع الكيان الصهيوني، وليس تطبيعا مغربيا، هو تطبيع النظام فقط. خصوص التوقيت، نعتبر أولا أن الزج بالقضية قضية الوحدة الترابية في هذا الموضوع هو إساءة للمغرب وإساءة لوحدتنا الترابية. أيضا المشاكل مع الجزائر هي مشاكل بين النظامين، ونتمنى أن لا يتأثر الشعبين بهذه المشاكل، لأننا شعبين مغاربيين محبين للسلم والسلام. جميل جدا. طيب أختم معك لأن الوقت ضيق، واعذرني في ذلك سيد الغفري. هل يفهم بعد هذا البيان ربما اللي فيه انتقاد واضح طبعا من المخزن لحزب العدالة، ربما الأحزاب الأخرى الآن ستتحفظ أو ربما تتريث في توجيه أي انتقادات؟ المواطن المغربي أيضا سيبدأ في ربما حساباته إذا وجه أي انتقادات مستقبلا، يعني مساحة الحرية ربما ستضيق بعد هذا البيان؟ كلامك صحيح يا سيدي، وينطبق على الأحزاب المخزنية، على الأحزاب التي يرعاها المخزن والأحزاب التي تحب بالمخزن. أما الأحزاب المناضلة فسترى قريبا يا سيدي أنها ستستمر على موقفها الثابت، وهو رفضها للتطبيع ورفضها لأي علاقة مع الكيان الصهيوني المجرم، وستقول نريد فلسطين، كل فلسطين من النهر إلى البحر. الأستاذ محمد الغفري، عضو الجمعية المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، كنت معنا من الرباط، أشكرك جزيل الشكر.